اخر حاجة نحب نتعرف عليها في كورس الجوجل ادسنس هي التقارير. التقارير دي بتساعدنا على ان احنا نقدر نعرف نشاط الموقع بتاعنا ازاي، التشانلز اللي احنا اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات قبل اللي فات، التشانلز كل تشانل بتجيب كام، بتقدر تديني تقييم لكل نشاط المواقع اللي شغال عليها اعلانات جوجل ادسنس بتاعي. طيب هنضغط هنا على Performance Reports، ودي الخاصة بالتقارير النشاط لحسابي. أول حاجة هنا بيدينا رسم بياني وتحتيه جدول، ده بناء على القسم اللي أنا مختاره. أنا مختار أو أول حاجة الديفولت بتاعه Entire Account by Day، يعني النشاط الخاص بالحساب بتاعي باليوم، معتمد على اليوم. في هنا زي النتيجة بتجيب لك من إلى، يعني من 1/7 مثلا 2014 ل 7/7 2014، ممكن أنا أختار وقت التاريخ من إلى بإيدي، أو ممكن أختار تاريخ بعينه today النهاردة yesterday امبارح آخر 7 أيام آخر 30 يوم الشهر ده الشهر اللي فات طول الوقت، يعني كل الوقت من أول ما أنا فتحت حساب جوجل أكاونت لحد دلوقتي. تمام، بيدينا بعد كده رسم بياني. الرسم البياني ده عبارة عن رسم للإحصاءات اللي موجودة في الجدول اللي تحتيه، يعني الجدول اللي تحتيه بما اني مختار باليوم، يوم واحد يوم اتنين يوم تلاتة، بيجيب لك اول حاجة البيج ريفيوز، ده التصفحات اللي تمت على الصفحات اللي فيها اعلاناتي، حصل كم مرة في يوم واحد او يوم اتنين على حسب اليوم. وبعد كده عدد الكليكات، عدد الضغطات على الاعلانات كان كام. اخر حاجة هنلاقي هنا اللي يهمنا اكتر هما الثلاثة دول، عدد ظهور الاعلانات، عدد الكليكات اللي تمت على الاعلانات، الارباح اللي تمت من الكليكات دي. هنا في الرسم البياني اقدر اظهر اللي انا عايزه، يعني هو بيظهر لي استيميت ايرنينجز بس، ممكن اخليه يظهر لي البيج بريفيو كمان والكليكس، طبعا كل واحد بيظهره لي بلون مختلف عشان اقدر اميز. تمام، طيب اللي بعدها انت اكاونت باي ويك، بالاسبوع. لو نزلت في الجدول اللي تحت كده هنلاقي انه بيجيب لك مش باليوم، بالاسبوع، يعني من يوم واحد ليوم خمسة، ده الاسبوع الاول في الشهر اللي انا فيه، بعد كده من يوم ستة ليوم سبعة لان لسه بادئين الاسبوع، او بالشهر نفس الفكرة برضو ولكن بالأشهر. يعني جاب هنا مثلا شهر 7 من يوم 1 ليوم 7 لأن النهاردة 7/7. تمام، ايه تاني غير التواريخ؟ يعني جاب لك باليوم، جاب لك بالأسبوع، جاب لك بالشهر. في بالبرودكتس، بالمنتجات. منتجات مين؟ منتجات جوجل. عندنا ثلاث حاجات، لما تفتح حساب جوجل ادسنس هتلاقي ثلاث منتجات. ادسنس فور كونتنت، ده اللي هو الاعلانات اللي انت بتحطها على الموقع بتاعك، الكود الجافا سكريبت اللي احنا اتعلمناه نجيبه ازاي لما نحطه على الموقع، هو ده الادسنس فور كونتنت. تمام، في حاجه اسمها الهوستد ادسنس فور كونتنت، حاجه تانية. زي ايه مثلا؟ زي الاعلانات اللي بتظهر على اليوتيوب. لو انت عندك اكونت جوجل ادسنس وعندك اكونت يوتيوب، ممكن تعمل فيديوهات واعلانات جوجل ادسنس تتعرض على الفيديوهات، هي دي الهوستد ادسنس فور كونتنت، ده النشاط بتاعها. وبعد كده الادسنس فور سيرش، طبعا جوجل برضو بيديك امكانيه انك انت تقدر تحط سيرش تكست بوكس كده، والناس لما تعمل منه سيرش يدخل على محرك البحث جوجل ويدي له اعلانات برضو في ايه، في نتائج البحث. فدول الثلاث منتجات الاساسيه بتاع جوجل. طبعا كل منتج برضو تقدر تعرف البيج ريفيو والكليكس والايرننج الارباح. ايه تاني؟ الكاستم شانلز اللي احنا اتكلمنا عنها في الدرس اللي فيه انشاء الاعلانات، كل تشانل بتجيب لك كام، دي شيء مهم جدا. يعني مثلا عندي تشانل اسمها ام سي هوست مثلا، البرودكت اللي هي فيها ادسنس فور كونتنت، التصفحات كذا، الكليكات كذا، الايرننج كذا، التشانلز اللي بعدها كذا، كل تشانل هتجيلك في صف لوحدها بالبيانات بتاعها كامله، فتقدر تحدد التشانلز الافضل، التشانلز اللي محتاج تشتغل عليها شويه علشان ضعيفه، بتقدر تتعرف كل الاحصائيات اللي تمت على كل شانل لوحدها. في بعد كده السايتس، المواقع. لو انت عندك اكتر من موقع
بيجيبهولك بالدومين بقى بتاع الموقع بتاعك. تمام. حاجة تانية الكانترز بالدول، علشان تقدر تحدد اكتر دول بتيجي لاعلاناتك ايه، فتقدر تحدد من كده الزوار، يعني الاعلانات بتتعرض لانهي دول اكتر من الدول التانية، فتحدد لك الزوار بتاعك بتجيلك منين. امريكا، مصر، الامارات، تونس، ده عندي انا، انت عندك هتلاقي حاجات تانية بناء على الناس بتجيلك منين. في بعد كده البلاتفورمز، البلاتفورمز اللي هي الكمبيوترز، انواع الديفايسز اللي بتدخل على مواقعك. الديسكتوب ده يشمل الكمبيوتر الديسكتوب واللابتوب، تمام، اللي هو الكمبيوتر بمعنى صح. وبعد كده الموبايل، الناس اللي بتدخل على اعلاناتك او على صفحاتك اللي فيها اعلانات من الموبايل، التابلتس بعد كده، او اذر ديفايسز، اي حاجة تانية غير دول. عن طريق البرفورمانس ريبورت بتقدر تعرف النشاط بتاع مواقعك واعلاناتك ماشي ازاي، تقدر تعرف الحاجات اللي ناجحة وتحاول تنجحها اكتر، الحاجات اللي ضعيفة وتحاول تهتم بيها، او لو لقيت مفيش منها امل تسيبك منها خالص وتوفر مجهودك في حاجة افضل. فشيء مهم جدا انك انت تتابع احصائيات والبرفورمانس بتاع جوجل ادسنس اكاونت بتاعك، علشان تقدر تعرف فيه نقط الضعف ونقط القوة. وبكده نبقى انتهينا من كورس جوجل ادسنس. اتمنى يكون الكورس عجبكم، واتمنى ان هو يفيدكم، وان شاء الله يكون عندكم مواقع ناجحة جدا عليها اعلانات جوجل ادسنس، وتكون مصدر حلو للدخل ليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.